ومعنا بشأن الأزمة في ليبيا من اسطنبول الكاتب والباحث والسياسي نزار قرقيش، مرحبا بك. إذا هناك تقارير متواترة عن تدهور الصحة في ليبيا، كيف أثرت الحرب على هذا المجال؟ نزار قرقيش، أهلا وسهلا، تفضل. ممكن أخطأت في الاسم. نعم، شكرا تصحيح. طبعا اي حرب لها تاثير يعني على البنيه التحتيه وعلى مؤسسات الدول، وللاسف ان يعني القطاع الصحي في ليبيا كاي مؤسسه من مؤسسات ليبيا هو فيه اشكال كبير في 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 دول في الدوله الليبيه، وكذلك في اغلب الدول العربيه، بان الدوله تتولى كثير من المهام فوق قدراتها. فما لما ياتي حرب وتاتي ازمه كبيره، ف يصعب على الدولة الاستمرار في تنفيذ ما كانت تؤديه من واجبات. علاوة على قصة أن أغلب، لو سمعني، تفضل نسمعك. نعم نعم، علاوة على أن أغلب الاحتياجات للمستشفيات ومتطلباتها تكون بعطاءات عامة، وهذه العطاءات في العادة لما تكون فيها إشكالات كبيرة، خاصة مع تذبذب سعر الدولار والقضايا الاقتصادية التي تعانيها ليبيا، ومسألة دخول الفساد في كثير من العقود المتعلقة بالأدوية والمواد المستلزمة الطبية، مسألة إعادة الإعمار في المناطق التي عانت من حروب وعانت من صراعات داخلية، هذه مسألة كبيرة جدا، وهي يعني حتأخذ وقت حتى يمكن للدولة أن تتخذ قرار بإعادة في هذا الإعمار. المجال. سيد نزار، أكثر من 30 مستشفى في مدينة سرت وحدها دمرت بسبب الحرب، هل هناك بوادر للإعمار مع استمرار حالة الفوضى التي تعيشها البلاد؟ هو بوادر الإعمار يعني غير مضمون، يعني لا يوجد مؤشرات لها، لأن لما أنت تريد أن تضع سياسة عامة للإعمار معناه تريد أن تخصص ميزانيات، تريد أن تضع يعني خطة طويلة الأمد، لأن هذه بتكلف مليارات، يعني تشوف بنغازي وتشوف درنة وتشوف سرت وتشوف يعني حتى في الجنوب في بعض الصراعات، وهذا كلها يريد تخطيط حقيقي، والدولة يعني مؤسستها متراهلة ضعيفة. كل ما يقوم به الآن المجلس الرئاسي هو محاولة تسيير هذه القطاعات. في طرابلس نفسها القطاع الصحي يعاني، لأن أغلب الإشكالات نشأت في إشكالات بنيوية في النظام الصحي في ليبيا من أيام القذافي، والآن نقص في كثير من المعدات والمستلزمات نتيجة لضعف الرقابة وضعف إمكانيات الدولة في توفير يعني نظام إداري قادر على استمرار هذه المستلزمات لهذه المستشفيات الحيوية، خاصة في مجالات تتعلق بالتخدير، تتعلق بالحالات الطوارئ، تتعلق بالعمليات. هذه إشكالات كبيرة نعرف أن سياسيا. سيد نزار، عذرا، سياسيا هناك جولة جديدة الآن من جلسات الحوار السياسي ستشهدها العاصمة طرابلس، هل تتوقع أن تخرج بحلول للأزمة المتفاقمة في البلاد؟ والآن ليست هناك جولة للحوار بقدر ما هو حديث عن المؤتمر الجامع ضمن خطة غسان سلامة للحل السياسي في ليبيا، لكن الآن هناك صراع في الجنوب. هذا الصراع عن ماذا سيسفر؟ هل هذه بيئة يمكن الحديث فيها مع على حوار؟ أظن أن السيولة التي يعانيها المشهد الإقليمي والسيولة التي يعانيها النظام العالمي جعلت الكل يحاول أن يعني يتدخل في الشأن الليبي بدون وجود قاعدة صلبة ليبية وطنية قادرة على إيجاد أجندة حقيقية يمكن أن تفرض على الجميع شروطها للتدخل في الشأن الليبي. فأصبح الحديث على الملتقى الجامع الآن فيه بوادر، فيه نوايا من المجلس الرئاسي والبحث العمومي، حتى من الآن قبل أيام وقع حوالي 100 شخصية ليبية، وزراء سابقين ومثقفين وكتاب، وقعوا على ضرورة إيجاد بيئة للملتقى الجامع وللدستور. في نشاط يعني في هذا المجال، ولكن طبيعة دينامية الحرب القائمة أو دينامية إيجاد ضوء الصراع تنتقل من منطقة إلى منطقة، هذا يربك في المشهد ككل ولا يجعل الجميع قادر على التفكير فضلا عن بناء الدستور أو بناء مؤسسات، وهذا ينعكس على كل المجالات منها النظام الصحي. على هامش اجتماع قمة الاتحاد الأفريقي، هناك اجتماع مرتقب لليبيا والسودان وتشاد والنيجر في 22 من هذا الشهر، كيف سينعكس ذلك على الوضع الداخلي الليبي؟ طبعا هذه الدول يعني هي دول مهمة جدا، لأنك تتحدث عن مسافة كبيرة جدا في الحدود الليبية،
هل هنضب يعني مساحة تصل إلى 500 ألف كيلو متر مربع في الجنوب الليبي وتطل على 3 دول، فأنت أمام حدود واسعة شاسعة، كيف يمكن مراقبة هذه الحدود وتنظيم هذه الحدود؟ كل الدول التي ذكرتها تعاني من إشكالات، فأصبحت ليبيا حديقة خلفية لمجموعة من المعارضين السودانيين في دارفور، المعارضين في تشاد، فأصبحوا هؤلاء موارد بشرية. هذه الموارد البشرية الآن تتصارع عليها كل القوى، القوى الليبية، القوى التشادية تحاول أن تمنعها من العودة إلى تشاد، والقوى السودانية تمنع أفرادها من العودة إلى السودان، لكن هم في نفسهم، في هؤلاء المعارضين أنفسهم، يتخذوا من ليبيا موئل من خلال توفير موارد بشرية لهم وموارد عسكرية، فيستفيدوا من الليبيين والليبيين يستفيدون منهم في خصوماتهم. بين كل هذا ينشأ مجموعة من المتطرفين والإرهابيين، ودي ينتظروا في حالة من التوحش يمكن أن تنمو عليها هذه التنظيمات. شكرا جزيلا لك من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي سيد نزار قريش.